إذا هناك مخطط لضرب ولائع الصحوة المرشدة في كل مكان في العالم العربي والإسلامي، وهم يمكرون مكر الليل والنهار من أجل تصفية هذه الصحوة والقضاء عليها في مهلها. فلما رأوا أن الشعب الفلسطيني أشغله، أن الشعب الفلسطيني حال بينه وبين ذلك لأنه يقاوم يجاوب يواجه، لا من لكن إنه يدافع عنا. أقسم بربي قسما لا حنة فيه، لو أن الشعب الفلسطيني دخل الآن في داره وفعل فعلنا نحن المخنفين المؤنفين ورضي بطعامه وشرابه وسلامة أولاده، أقسم بربي أقسم بربي أقسم بربي قسما لا حنف فيه، لن يطول الزمن ولن تمر أيام الغلالي إلا وجحافل يهون في قلب ديارنا تحت اللحى. إنهم يمنعهم ذاك الاستبسال ذاك الاستشهاد على أرض فلسطين وتلك المقاومة الإسلامية التي تناوشهم من هنا وهنا. إنها شغلتهم، إنها أخرت عليهم تدفين المخطط، وإن ثبات الفلسطيني سمع لأبطالنا أن يظهروا وسمع لطلائعها أن تضل برأسها وتتشجع، لأن تلك الدماء التي أرضت الأرض فقط مسائلنا، فأحيتنا بمواد وأيقظتنا من نوم الذل المهين، فشعرنا بعارنا شعرنا بذلنا شعرنا بتفاهتنا بحقارتنا، نأكل ونشرب ونحمص وننهو نعاشر الزوجات والأولاد ننام بملء الجفون نضحك بملء الأفواه، وأمتنا تضع وأقصانا ينادي وإخوة لا يقدم الدماء والأشلاء والأطفال. أيها الأحباب، أقزام نحن مخنفين، ما عدنا نحتاج إلا إلى زينة النساء تنظر علينا نزين بها آذاننا ورؤوسنا وثيابنا. إنه ما عدا يليق بنا خداما وشعوبا وعلماء وجهلاء، ما عدا يليق بنا سوى زينة العروس، وما عدا يليق بنا سوى مهد الأطفال نهدد فيه نمضي ما تبقى من عمرنا التعب الفاني الذي ما عاد له قيمة. أيها الأحبة، إن دماء الشباب هناك ودماء الأطفال وقفت سدا وحاجزا بينهم وبيننا، يدافعون عنا وبخلنا، بخلنا حتى بالكلمة نعبئ بها، وحتى بالدمعة نبكيها، وحتى بالدعوة نفعها، وحتى بالهم حتى بالهم يعتصر أفئدتنا. استكثره الكثيرون علينا، استكثروا علينا الصرخ، استكثروا علينا النداء، استكثروا علينا هذا التفكير لشعبنا الذي يدافع عنا وعن أطفالنا وأعراضنا. أيها الأحبة، إن الذي يجري في أرض فلسطين لا يتعلق بالفلسطين وحده، إنه يتعلق بكل مسلم عربي وكل من يخرج نفسه من هذه الدائرة فالكلام ليس له. إني أخاطب المسلم، أخاطب صاحب النخوة من أهل الإيمان، لأن قضية قضية، وإذا هناك من لا يروق له هذا فليخرج نفسه من دائرتنا ويبحث له عن مسمى، يبحث له عن دائرة يدخل نفسه فيها. إن قضية فلسطين قضية عقيدة وقضية دين وقضية إيمان وإسلام وقضية العبودية لله سبحانه وتعالى.